الحادية عشر بتوقيت العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من التناصح والبداية بأبرز الأنباء. الناطق باسم قوة تأمين سرت يطالب الحكومة المقترحة بتوفير الدعم لقوات حماية المدينة. في بنغازي ارتفاع ضحايا تفجير مسجد ابن عبادة إلى 4 قتلى و129 جريحا. ومركز أبحاث أمريكي يقول إن مجرم الحرب حفتر بدأ يفقد السيطرة بعدما حدث مع الورفلي. أهلا بكم. أفادت مصادر أمنية صباح السبت بانفجار سيارة مفخخة في بوابة 90 شرقية مدينة سرت، وأدى الانفجار بحسب المصادر إلى إصابة 4 أشخاص من أفراد حماية البوابة، فيما لم تشر التقارير الأولية عن سقوط ضحايا كوفيات، مشيرة إلى إجراء عمليات تمشيط واسعة لمعرفة مصدر الهجوم. ويعد هذا الهجوم هو الأول بعد الهجوم الذي استهدف منطقة النوفلية في أغسطس من العام الماضي وأدى لمقتل 8 أشخاص. اتهم الناطق باسم قوة تأمين وحماية سرت طه حديد ما يسمى بتنظيم الدولة بتفجير سيارة مفخخة ببوابة 90 شرق سرت صباح السبت. حديد وفي اتصال بقناة التناصح قال إن اتهام ما يسمى بتنظيم الدولة جاء بعد ورود معلومات تفيد بظهور التنظيم في المنطقة الواقعة جنوب شرق سرت في وقت سابق، مطالبا الحكومة المقترحة بتوفير الدعم اللوجستي والأسلحة والذخائر، مؤكدا قيام القوة بالاستنفار وتكثيف الدوريات بعد التفجير. وفي شأن ذي صلة، أكد أمر قوة حماية سرت علي رفيدة أن ما يعرف بتنظيم الدولة يتحرك جنوب شرق سرت في مجموعات صغيرة في محاولة لجمع شتاتهم. وأوضح رفيدة في اتصال مع قناة التناصح أن ما يمنع قوات البنيان المرصوص من إقامة عملية عسكرية ضد هذه العناصر هو عدم وجود مكان محدد لها، فهي تتنقل في مجموعات صغيرة عبر مساحات شاسعة، مضيفا أن الحل الوحيد للقضاء على هذا التنظيم هو توحيد الجهود بكافة مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا. تحذيرات من عودة ما يعرف بتنظيم الدولة يعقبها تفجير في إحدى بوابات الكرامة واستنفار في صفوف البنيان المرصوص في سرت، كل هذا وأكثر في تقرير الزميل عباس أحمد. بعد أن ارتفعت تحذيرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف من تحركات مشبوهة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة داعش واحتمالية شنه لهجمات في منطقة سرت وإعلان قوات البنيان المرصوص النفير العام في صفوف قواتها، وقع انفجار فجر السبت في بوابة 90 إحدى البوابات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الكرامة، مما أدى إلى تدمير سيارتين عسكريتين وإصابة أحد المسلحين بالبوابة. وليعلن عن صدق التحذيرات ووجود ما يعرف بتنظيم الدولة بالمنطقة وجاهزيته لتنفيذ هجمات جديدة، وكذلك عن مدى استعداد القوات المختلفة بالمنطقة للتصدي لهذه الهجمات وتوقع حدوثها وإبطالها كما حدث في البوابة العسكرية بأبو غرين. وهل تحتاج المنطقة إلى عملية عسكرية أخرى لتطهير المنطقة من فلول التنظيم قبل أن يعيد تنظيم قواته وتشتد هجماته على البوابات العسكرية والمدن والقرى؟ وما مدى ارتباط كل هذا بالتفجيرات التي تحدث في مساجد مدينة بنغازي والتي أعلنت كل القوات فيها عدم مسؤوليتها عليها والتنديد بها أشد التنديد؟ يأتي التفجير بعد عام واحد على تحرير مدينة سرت من قبل قوات البنيان المرصوص التي فقدت 700 رجل في سبيل التحرير، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية إعادة التنظيم ترتيب صفوفه وكم تبلغ قوته الآن، وهل يعملون على شن هجمات جديدة إذا ما أخذت تحذيرات الأمم المتحدة ونفير البنيان المرصوص بالمنطقة على أنه خطر قادم لا محالة.
وكانت قيادة عملية البنيان المرصوص قد أعلنت حالة النفير بين صفوف قوة تأمين سرت بعدما وصفتها رصد تحركات العدو شرق المدينة. وأوضح المركز الإعلامي في بيانه الصادر الجمعة أن القوة أقامت حواجز أمنية في مداخل ومخارج المدينة وسيرت عدة دوريات شرقها. وبحسب المركز الإعلامي، حمل مسؤولون من قوة البنيان المرصوص الحكومة المقترحة قلة الدعم اللوجستي، إضافة إلى إهمال متابعة علاج الجرحى وعائلات الشهداء. إعلان قوات البنيان المرصوص النفير العام بعد ورود تحذيرات من تنامي نشاط تنظيم الدولة شرقي سرت ومحاولته تنفيذ أعمال إجرامية في سرت بعد إخراجه منها في العام 2016 يفتح كثيرا من التساؤلات، نستعرضها في هذا التقرير. أثارت تحركات مشبوهة لبقايا ما يعرف بتنظيم الدولة شرقية مدينة سرت مخاوف قوة تأمين وحماية المدينة من قيام التنظيم باختراقات أمنية في المواقع التي تسيطر عليها، وهو ما اضطرها لإعلان حالة النفير التام للتصدي لأي تحرك تقوم به جماعات التنظيم. فقد أقامت القوة الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج المدينة وسيرت العديد من الدوريات الأمنية المجهزة تحسبا لأي اختراق قد يحدث. يأتي هذا تزامنا مع تحذيرات من عودة مجموعات التنظيم المتطرف إلى ليبيا أطلقها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فرونكوف، حذر فيها من عودة التنظيم في شكل خلايا صغيرة. فرونكوف أكد في إحاطة له أمام مجلس الأمن بشأن التهديدات على ليبيا من الجماعات المتطرفة أن ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح يتنامى خارج العراق وسوريا، وذلك بسبب انتقال مواليه إلى ساحات ودول أخرى ليبيا إحداها. وقال إنهم يواصلون نشاطهم وهو ما جعلهم يمثلون تهديدا متزايدا يؤثر على بناء ليبيا عن طريق التهديدات المتفرقة. وكانت قوات البنيان المرصوص أعلنت في شهر ديسمبر نهاية 2016 تحرير مدينة سرت من جماعات التنظيم الإجرامي بعد استشهاد أكثر من 700 مقاتل من قواتها. فهل الليبيون وقوات البنيان المرصوص أمام تحد جديد يطل برأسه، ألا وهو تنظيم الدولة الإجرامي؟ وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فرونكوف قد حذر من عودة ما يعرف بتنظيم الدولة إلى ليبيا. وقال فرونكوف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حول التقرير بشأن التهديد الذي يمثله التنظيم إن تهديد ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح يتنامى خارج العراق وسوريا، إذ أظهر الموالون له في مصر قدرة كبيرة على مواصلة نشاطهم وأصبحوا يمثلون تهديدا متزايدا، مضيفا أن التنظيم لا يزال عازما على إعادة بناء قدراته في ليبيا كما يواصل شن الهجمات المتفرقة هناك وفق قوله. ارتفع السبت عدد ضحايا التفجير الذي وقع أمام مسجد سعد بن عبادة في حي المجوري في مدينة بنغازي بعد انتهاء المصلين من أداء صلاة الجمعة، وخلف التفجير 4 قتلى وإصابة نحو 129 جريحا حسب مصادر طبية بالمدينة. وشهدت بنغازي في 24 من يناير الماضي تفجيرا مشابها أمام مسجد بيعة الرضوان بعد صلاة الجمعة خلف 39 قتيلا و72 جريحا. وكان مستشفى الجلال للجراحة والحوادث قد استقبل الجمعة قتيلا و55 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد سعد بن عبادة بمنطقة المجوري في مدينة بنغازي حسب مصادر متطابقة، فيما شهد محيط المستشفى حالة من الفوضى والهلع.
وقال مصدر أمني من بنغازي إن التحقيقات الأولية أكدت أن عبوتين ناسفتين وضعتا في أحد مرافق مسجد سعد بن عبادة بشارع عبد الجليل بمنطقة المجوري، وتم تفجيرهما بعد أداء صلاة الجمعة. أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشدة التفجيرات التي استهدفت مسجدا بمنطقة المجوري ببنغازي. ووصف بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا التفجيرات التي وقعت في المجوري بالوحشية، وأوضح البيان أن التفجير المذكور هو الثاني من نوعه بالقرب من مسجد في المدينة خلال شهر. وأعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير وقوع إصابات بين المدنيين، واعتبرت أن الهجمات المباشرة ضد المدنيين بمثابة جرائم حرب. كما اعتبرت البعثة أن هذا العمل الإجرامي ينبغي ألا يوفر مبررا للأعمال الانتقامية، داعية للقيام بالتحقيقات الفورية والنزيهة وتقديم الجناة للعدالة. دانت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بشدة التفجير الذي وقع في مدينة بنغازي واستهدف رواد مسجد سعد بن عبادة ظهر يوم الجمعة، وهو التفجير الثاني في المدينة خلال شهر. المنظمة في بيان لها السبت اعتبرت أن غياب سلطة القانون وانتشار الميليشيات المسلحة وتغولها وعدم اهتمام السلطات المحلية بالتحقيق في جرائم القتل والتفجير أسهم بشكل كبير في تعطيل سلطة القضاء واستمرار الإفلات من العقاب. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم. استنكر مجلس شورى مجاهدي درنا تفجير مسجد سعد بن عبادة بمنطقة المجوري وسط بنغازي أمس الجمعة. وأعلن المجلس في بيان له الجمعة براءته ممن سفكوا دماء المصلين في مساجد بنغازي، واصفا إياهم بالمجرمين المفسدين في الأرض، متعهدا بإخراج البلاد من محنتها على حد تعبيره. وقال شورى مجاهدي درنا إن هذه التفجيرات أظهرت مشروع حفتر وعصابته الإجرامية الذين تاجروا على الشعب باسم الجيش والشرطة، ووعدوهم بالأمن والاستقرار، واتهموا الثوار ظلما وزورا بالاغتيالات والتفجيرات وفق نص البيان. في درنا أيضا، حيث أدان تجمع أهالي المدينة بأشد العبارات التفجيرات التي استهدفت مساجد في مدينة بنغازي. التجمع الذي استنكر هذا العمل الذي وصفه بالإرهابي اعتبر هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية وانتهاكا لحقوق الإنسان، وحمل التجمع المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لكل من المجلس الرئاسي المقترح ومجلس النواب المنحل والمجلس البلدي ومجلس أعيان وحكماء بنغازي. توالت ردود الفعل المحلية والدولية على حادثة التفجير الذي وقع الجمعة أمام مسجد سعد بن عبادة بحي المجوري في مدينة بنغازي، والذي أسفر عن وقوع 4 قتلى وأكثر من 129 جريحا بحسب المصادر الطبية. التقرير التالي ومزيدا من التفاصيل. من منا لم يسمع بقانون نيوتن الشهير الذي يقول إن لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه والتأثير، ولكن ردة الفعل هذه المرة لم تصل إلى حجم وفظاعة الكارثة التي مني بها أهالي بنغازي، ولا حتى لاتخاذ إجراءات رادعة تكفل حق المواطن في التنقل وتأدية العبادات بأمن وسلام. الرئاسي المقترح الذي من المفترض أن يقع على عاتقه بسط الأمن والسيطرة على البلاد اكتفى بإدانة الحادثة ووصفها بالعمل المنافي للتعاليم الإسلامية، معلنا تكفله بعلاج المصابين.
مجلس النواب المنحل القابع في طبرق أبدى استنكاره للحادثة في بيان هزيل يدل على ضعف وقلة حيلته، مؤكدا بلغة تسويفية بعد بقائه لأربعة أعوام على هرم السلطة بأنه سيدعم كافة الأجهزة الأمنية في المدينة. على الصعيد المحلي استنكر تجمع أهالي درنا التفجيرات وقتل المدنيين والأبرياء واعتبرها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا لحقوق الإنسان. عربيا، أعربت دولة قطر عن رفضها التام للأعمال التي استهدفت دور العبادة وترويع الآمنين ووصفتها بالجريمة الشنعاء، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى. البعثة الأممية في ليبيا شجبت وبشدة التفجيرات التي وصفتها بالوحشية ضد المدنيين، منوهة إلى أن هذه الأعمال محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتمثل جرائم حرب. على الصعيد الدولي استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية الحادثة وأكدت على التزامها بثوابت الشراكة مع كل الليبيين لدحر ما وصفته بالإرهاب. الجمهورية التركية بدورها أدانت الحادثة وقالت عبر خارجيتها إنها تولي أهمية كبيرة لإرساء عملية السلام في ليبيا. اتحدت خطابات وبيانات المنددين والمستنكرين لهذه الأعمال التخريبية المتكررة التي لم يعرف المتضررون الأيدي التي تقف وراءها ولا حتى دوافعها، سوى أن الضحايا كانوا يمارسون عبادة ربهم لا عبادة الطغاة الجدد. كثرت البيانات والاستنكارات والإدانات، الكل يستنكر، فمن يوقف شلال الدم في بنغازي؟ قال مركز المجلس الأطلسي للأبحاث إن مجرم الحرب حفتر بات يفقد السيطرة بعدما حدث مع محمود الورفلي. مركز الأبحاث الأمريكي المتخصص في الشؤون الدولية ربط في مقال له السبت بموقعه الرسمي قراءته إزاء حفتر بظهور ما وصفه بالمنافس القوي، في إشارة إلى المطلوب الدولي محمود الورفلي، مضيفا إن قوة المدعو محمود الورفلي وأهميته ظهرت عندما خرج أنصاره للمطالبة بإطلاق سراحه من سجن الشرطة العسكرية الموالية لحفتر. وذكر الموقع أن الورفلي يستمد أهميته من كونه مسؤولا عن جماعة سلفية تنضوي تحت قيادة ميليشيات حفتر. أعيد الجمعة افتتاح الطريق الرابط بين منطقة برسس ومدينة بنغازي بعد إغلاقه من قبل شباب ينتمون لقبيلة العواقير. وكان تسجيل مصور أظهر عددا من المدنيين وبعض سيارات الشرطة وهم يقفلون بوابة برسس والطريق الساحلي، وذلك احتجاجا على استمرار سجن فرج قعيم. وأظهر التسجيل تحشيدا لعدد من المدنيين وسيارات شرطة قيل إنها يمتلكها أفراد ينتمون لقبائل العواقير، حيث أشعلوا النيران في الإطارات وأقفلوا الطريق الساحلي مطالبين بالإفراج عن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم من سجنه في الرجمة.
قال الناطق باسم ميليشيات ما يعرف بالكرامة أحمد المسماري إن محمود الورفلي أقدم على القيام بفعل القتل بواقع انتقامي. وأضاف المسماري الخميس على قناة فرنسا 24 قائلا إنهم تأكدوا من أن الورفلي هو من ارتكب جريمة الإعدامات الأخيرة، وهو موجود الآن فيما أسماها بالسجون العسكرية، مؤكدا أن تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية غير وارد على الإطلاق. انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الممتدة من ساحل كرسة وحتى رأس الهلال غربي مدينة درنة إثر استهداف ميليشيات الكرامة للمدخل الغربي للمدينة بالمدفعية الثقيلة مساء الجمعة. مصادر من المدينة أوضحت أن الانقطاع كان بسبب إصابة أحد أبراج الكهرباء الرئيسية المعروفة باسم الخط العاشر جراء القصف، وستستهدف ميليشيات الكرامة المدخل الغربي للمدينة ومحور الظهر الحمر بالمدفعية الثقيلة منذ أكثر من أسبوعين دون تسجيل خسائر في الأرواح. تساؤلات واتهامات تلقى جزافا ودون ما أي دليل تتهم درنا بالوقوف وراء تفجير مسجد ابن عبادة في بنغازي، وتتساءل في نفس الوقت عن تحرير حفتر غير المنقوص للمدينة، وما دور المخابرات الأجنبية فيما يدور بالمدينة. المزيد في تقرير الزميل مفتاح الشركسي. تساؤلات عدة تناولها بعض الناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي تدور في مجملها حول تفجير مسجد أبو هريرة، والذي راح ضحيته قتيلان وقرابة 140 جريحا. واتهم كثير من هؤلاء مدينة درنة مطالبين ما أسموه بالجيش السيطرة عليها، وذلك بالرغم من حصارها منذ عدة أشهر. غير بعيد كتبت تعليقات أخرى تدور حول الأحداث والاغتيالات في بنغازي، تطرح أسئلة مشروعة عن استمرار مسلسل الاغتيالات والتفجيرات رغم التحرير غير المنقوص الذي أعلنه حفتر، والذي كلف المدينة فاتورة باهظة، وهو ما جعل كثيرين يعتبرون أن بنغازي تركت لعبة لدى المخابرات والأجندة الأجنبية. ومع الفارق الكبير بين الرأيين، يتساءل كثيرون عن الحال الذي وصلت إليه المنطقة الشرقية في ظل التدمير الممنهج الذي تعرضت له بنغازي، على أمل أن تتوقف الاغتيالات والتفجيرات، ولكنها بدلا من ذلك أصبحت مدينة أكثر ما يلاحق أهلها شبح الموت. وفي المنطقة الشرقية أيضا تأتي درنة المحاصرة التي منع عنها الغذاء والدواء وكافة سبل العيش، فقط لأنها حاربت الإرهاب وكسرت قاعدة المخلص الوحيد والجنرال المنقذ. نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف السبت أن تكون بلاده قد وضعت أي خطة للتسوية في ليبيا، مؤكدا بأن موسكو لا تقوم بأي مباحثات بهذا الصدد مع أي دولة أخرى. وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك الروسية إن روسيا لم تضع أمامها أبدا مهمة بشأن تطوير وتنفيذ أي خطة لحل الأزمة الليبية. وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو لا تدعم أي طرف في النزاع الداخلي الليبي، مؤكدا بأنها تعمل في إطار موقفها تجاه ليبيا حصرا بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وبالعودة لملف المنطقة الشرقية وتحديدا ما جرى في محيط درنة وكذلك التفجير في بنغازي، معنا عضو تجمع أهالي مدينة درنة السيد هويدي الجزيري. سيد الجزيري أهلا بك. بداية لو تضعنا في صورة الأوضاع في مدينة درنة بعدما توارد من أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب قصف ميليشيات الكرامة. نعم نعم سيد الجزيري،
نعم هناك خلل في الاتصال سيد الجزيري، لو تتواجد في التغطية. عموما سنحاول إصلاح الاتصال. شكرا لك سيد هويدي الجزيري. نعود لأخبارنا. مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة حالة الطوارئ والعقوبات على ليبيا التي فرضها سلفه باراك أوباما عام 2011، والتي كان من المقرر أن ترفع في 25 من فبراير الحالي. ترامب وفقا لوكالة يو بي آي الأمريكية قال إنهم بحاجة لمنع تحويل الأصول أو غيرها إلى أفراد عائلة القذافي وشركائهم، واصفا إياهم بمعيقي المصالحة في ليبيا وفق قوله. وأشار ترامب إلى أن نظام القذافي وشركائه اتخذوا إجراءات متطرفة ضد الليبيين باستخدامهم الأسلحة والمرتزقة والعنف ضد المدنيين العزل بحسب وصفه، مضيفا أن الوضع في ليبيا يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. ضمن تغطياتها في ذكرى فبراير التناصح تنتج شريطين وثائقيين للاعب بشير الرياني والطالب محمد حفاف. حس في حاجات يعني ما عجبتهاش، ما عرف شخصية الساعدي، كان خلوق جدا جدا يعني بصراحة. يرحمه بدي يتهرب منه، بدي يسكر في تليفوناته، يقول أنا ماشي الرياينة، يا عندي ظرف، مرتي تعبانة، بدي يتهرب منه. شنو فسد الرياضة في أيام القذافي؟ جو ضباط فهمت ولا لا، وزحهم علي نوادي فهمت ولا لا، شدوا النوادي. بتجي الاستراحة، قال لا لاش، قال لي أنا بيك ضروري، يعني بيك، يعني بيك جيت تغدى معنا. هو داية هي قضية الساعدي من النظام السابق، وتصرف تصرف وقتل ودار ودار ودار. يبي يقول انه هو الشخص يعني بشير غادي، لكن مش قادر يقولها لهم، جارهم طريقه نتاع بره شوفوه غادي. في المحضر ديما يقولها من تعتقد يسلبوك، وكل ما تجاوب جواب يجوا بعدهم ناس ثانيين يشوفوا شنو كتبت في المحضر وشن دارت، والكتابات موجوده مش مظبوط، واذا كتبت شيء ضد النظام ولا ضد الساعدي بعد يحولوه. يعني تخيل عائله ضد، وكان كسرناه مرة ولا اثنين على الأقل نطلب السماح توا، لأنه هو في دار الحق. يعني العيون منفوخات، الفم ما فيش، سنونه ما معناش، يعني درجة أن اليدين ما مضطرب قاتل. إنسان أعطى للرياضة، أعطى للمجتمع الليبي، ولا يستحق هذه النهاية التي انتهى عليها على يد هؤلاء المجرمين. أهلا بكم من جديد.
قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الجمعة إنها قدمت مساعدات إغاثية لنازحين من مدينة تاورغا، وتشمل المواد الإغاثية أغطية ومصابيح ومستلزمات منزلية. وأشرف المجلس الرئاسي المقترح على اتفاق صلح بين مدينتي مصراتة وتاورغا يقضي بعودة النازحين إلى مدينتهم في 2 فبراير الجاري. قال عضو لجنة المصالحة بين تاورغا ومصراتة عبد النبي بوعرابة الجمعة إن الأهالي المتواجدين في منطقة قرارة القطف ببن وليد يعانون نقصا كبيرا في الخيام. وقال بوعرابة في تصريح صحفي إن عدد العائلات الواصلة إلى قرارة القطف في تزايد بعد وصول عدد منهم يومي الخميس والجمعة، موضحا حاجتهم للخيام بعد تغير أحوال الطقس وسقوط الأمطار وفق قوله. وأضاف بوعرابة أنهم يحاولون منذ مساء الخميس منع العديد من العائلات دخول مدينة تاورغا والعودة إلى بيوتها، مبينا أن الأطفال والنساء والشيوخ في العراء وقد تجاوز عددهم 1000 عائلة وفق تعبيره. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدات إنسانية إلى أكثر من 3900 نازح خلال الشهرين الأخيرين. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن المساعدات تضمنت مواد غير غذائية ومستلزمات نظافة بمناطق مختلفة في ليبيا حسب الصفحة الرسمية للمنظمة. وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي ل 399 مهاجرا منذ يناير 2018، مشيرة إلى أنها تحاول مساعدة المهاجرين في التعامل مع التجارب المؤلمة عن طريق أنشطة ككرة القدم وبعض الفنون. أنفقت وكالة الهجرة الدولية أكثر من 87 مليون دولار لتوفير الغذاء والرعاية الصحية للمهاجرين غير القانونيين في ليبيا بمختلف الملاجئ في جميع أنحاء البلاد. ووفقا لتقرير أعدته وكالة الهجرة الدولية، فإن معظم هذا المبلغ أصبح الآن ديونا متراكمة لشركات خدمات التموين الخاصة نتيجة لعدم تخصيص ميزانية حكومية لوكالة الاستثمار الدولية لإنفاقها على السجناء في هذه الملاجئ. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوكالة الدولية قوله إن 30,000 مهاجر دخلوا الملاجئ العام الماضي، منهم 17,000 تم ترحيلهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. قال المستشار الإعلامي بشركة البريغا لتسويق النفط محمد خليل إن الأضرار المترتبة عن حريق بجهاز فصل المنتجات النفطية في مصفاة الزاوية طفيفة جدا. خليل وفي تصريح صحفي للسبت أشار إلى أن الجهاز الذي تعرض للاحتراق أفرغ من المواد وكان مجهزا للصيانة، مؤكدا عمل المصفاة بالشكل المعتاد. ونفى المستشار الإعلامي بشركة البريغا ما تتناقله وسائل الإعلام عن الحادثة، مؤكدا أن الخسائر مادية فقط ولا صحة لما يشاع حول احتراق مركبات آلية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء السبت أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر ب 5500 ميجاوات، متوقعة عجزا يقدر ب 1000 ميجاوات. وقالت الشركة في بيان صادر عنها إن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة يبلغ 6500 ميجاوات، وهو يرتفع وبذلك يرتفع على التوليد المتاح بنحو 1000 ميجاوات، مضيفة أن ساعات طرح الأحمال ستكون ما بين 4 إلى 5 ساعات.
شهدت أحياء في العاصمة طرابلس ارتفاع منسوب المياه، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة مستمرة منذ يوم الجمعة، وأدت إلى تراكم المياه وإغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة. ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر موقعه الإلكتروني الخميس عن احتمالية وقوع تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي للبلاد مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. أنتجت قناة التناصح الفضائية شريطين وثائقيين بينت فيهما بعضا من جوانب حياة لاعب المنتخب الوطني السابق بشير الرياني والطالب بكلية الهندسة محمد حفاف وخفايا إعدامهما من قبل أجهزة القذافي القمعية. الشريط الأول بين خفايا القبض والتعذيب والإعدام التي أو بين عفوا خفايا القبض والتعذيب والإعدام التي تعرض لها الرياني وإصرار السعدي القذافي على قتله دون ما وجود مبررات تذكر، فيما حمل الشريط الثاني توضيحا لملابسات القبض على الطالب بكلية الهندسة محمد حفاف وقتله من قبل أفراد اللجان الثورية. الآن مشاهدينا لما رصدناه لكم من أخبار للبلديات. قام فريق المتابعة التابع للمجلس البلدي صبراتة بجولة تفقدية داخل المركز الصحي بالبلدية، وأوضح المجلس عبر صفحته على فيسبوك أن هذه الجولة تأتي للوقوف على سير العمل وإبراز المشاكل والصعوبات التي تواجه الخدمات الطبية بالمركز. قام فرع خدمات طرابلس المركز بشركة الخدمات العامة سبت بدعوة بعض المدارس لمهرجان غرس الأشجار بطريق الشط، وأوضح المجلس البلدي عبر صفحته على فيسبوك أن الغرض من هذه الدعوة هو نشر ثقافة التشجير لدى الأطفال. وحضر فعاليات المهرجان عميد البلدية وعضو المجلس البلدي ومدير الفرع. طلب المجلس البلدي تاجراء من كل الشركات أو المحلات التي لم يرد اسمها في القائمة المعدة من قبل المجلس أن تتواصل مع المجلس البلدي بمقره، وذلك لتقوم اللجنة المكلفة بمتابعة سلعة المياه المعبأة التي تباع بالمحلات والأسواق من حيث المواصفات الصحية. وأوضح المجلس عبر صفحته على فيسبوك أنه سيتم منع بيع المياه المعبأة في المتاجر المختلفة باستثناء العبوات المعتمدة من مختبر المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية، وذلك حفاظا على سلامة المستهلك على أن يتم إجراء التحليل كل 6 أشهر لتجديد الصلاحية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المحلات التجارية المخالفة اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2018. ناقشت لجنة متابعة وتنظيم توزيع الوقود وغاز الطهي ببلدية زليتن في اجتماعها 18 فكرة الشروع في تجميع وتخزين وتحليل وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية لمحطات الوقود بالبلدية. وتتضمن الفكرة التي تزمع اللجنة إطلاقها إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول يسهل عمليات معرفة أسماء ومواقع محطات توزيع الوقود والشركات الخدمية التابعة لها هذه المحطات، كما يتضمن التطبيق معرفة أسماء ومواقع مراكز بيع وتوزيع اسطوانات غاز الطهي. وصلت الجمعة إلى مطار تمنهند المدني ببلدية وادي البونيس طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية وعلى متنها وفد من حكماء ومشايخ المنطقة الشرقية. وكان في استقبال الوفد كل من عميد بلدية وادي البونيس وأعيان مدينة سبها وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني سبها، وذلك للمشاركة في الجهود التي يبذلها أعيان منطقة فزان لفض النزاع بين أولاد سليمان والتبو. نظمت مدرسة سمن الابتدائية الخميس تظاهرة رياضية ترفيهية بمناسبة قرب نهاية الفصل الدراسي، وذلك بالتعاون مع نادي العلا الرياضي ومكتب المياه والصرف الصحي البوانيس. وشملت التظاهرة على عدة سباقات في الألعاب الرياضية والترفيهية، حيث أقيم سباق في لعبة العدو الريفي وسباق الدراجات الهوائية
وعلى هامش التظاهرة نظمت عدد من المعلمات بالمدرسة سباقا في لعبة حجز الكراسي، وفي ختام التظاهرة تم توزيع الجوائز على التلاميذ. إلى شأن عربي، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الرسمية السورية السبت إن الدفاعات الجوية تابعة للنظام السوري أسقطت مروحية عسكرية تابعة للكيان الصهيوني بعد غارة جوية شنها الكيان الصهيوني على مواقع عسكرية تابعة للنظام. وأضافت رويترز أن الغارة استهدفت مواقع عسكرية تشمل 4 بطاريات للدفاع الجوي ومخازن ذخيرة ومواقع عسكرية إيرانية حسب الوكالة. وأكد جيش الكيان الصهيوني سقوط طائرة له بين منطقتي شفا عمرو والجليل. أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية الشعب الفلسطيني والرد على أي عدوان صهيوني. وأضافت كتائب القسام في بيان مقتضب أن رفع درجة الاستنفار يأتي نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة، وتشهد الأحداث منذ صباح السبت تصعيدا بعد إسقاط النظام السوري لطائرة حربية تابعة للكيان الصهيوني. مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء. الناطق باسم قوة تأمين سرت يطالب الحكومة المقترحة بتوفير الدعم لقوات حماية المدينة. في بنغازي ارتفاع ضحايا تفجير مسجد ابن عبادة إلى 4 قتلى و129 جريحا. مركز أبحاث أمريكي يقول إن مجرم الحرب حفتر بدأ يفقد السيطرة بعدما حدث مع الورفلي. وتابعتم أيضا ضمن تغطياتها في ذكرى فبراير التناصح تنتج شريطين وثائقيين للاعب بشير الرياني والطالب محمد حفاف. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.